عم السلام عليكم مروتكم مش عليكم الحسين سوى حل الفلاح سوى حل الفلاح ب2000 دينار اليوم ب1000 ونص الطماطه ما حد يقلبها الله وكيلكم والعباس كفيلكم سوى حل المواطن حل الفلاح فتحوا لكم معمل تعليب سووا لكم فتحوا لكم مصنع هاي هسه اليوم اليوم انا رايح لايران وشايف شغلهم الله وكيلكم ما عندهم شي يندب مو تقولون احنا عندنا ولا سوى الله بلوه والحسين هاي ب2000 دينار الله وكيلك والعباس كفيلك وما تنباع هاي الفلاليه حال الضيم حالهم يعني هذا بذره ما يسده لا غاز ولا بذور ولا اسمنت ولا اي شيء هذا الفلاح حس يجيب طماطه يحتار بيها يظل من الصبح لليل وب2000 دينار ما تنباع سووا لكم نايره فتحوا لكم معمل هاي طماطه منتوج محلي 100% ب2000 دينار الطماطه اليوم الله وكيلكم والعباس كفيلكم ب2000 دينار ما حد يقلبها ب2000 دينار سووا لكم حل هاي الناس الفقراء الكسبه يعني انتو شنو ما ادري بس اسمك مسؤول معمل واحد معمل تعليب واحد تنحل هاي المساله هاك نص الصبح لسه ب2000 دينار طماطه ما مبيوعه شنو ذنبه واقف هنا من الصبح لسه ب2000 افتح معمل تعليب واحد معمل تعليب واحد افتحه الله لا يوفقكم بجاه سيد الشهداء عساها بعيالكم وبأطفالكم هاي ب2000 دينار الله يقبل محمد 30 كيلو ب2000 دينار 30 كيلو طماطه ب2000 دينار خاف واحد يقول ما اقدر ما اسمع المسؤول وينه؟ اللجنه الاقتصاديه، اللجنه الزراعيه، وزير الزراعه، وزير الصناعه لو بس قاعد على الكرسي هسه هاي معاناه الفليح ب2000 دينار وما تنباع، هسه لو تنباع هم يرتاح عادي يروح يدير وجهه ويروح لهله. ها؟ لا والله هسه تنباع ب2000 عادي يروح؟ لا والله ب1500؟ لا والله يعني هسه هذا من يقول ب1500 والله ودير وجهه ويروح لهلي. يعني ما ادري يعني المسؤول ما يشوف ماكو قناه الشرقيه العراقيه هنا بغداد القنوات اللي جاي تطلع خد لي